الرحيم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين النهاردة السبت 8 يناير 2022، وزي ما انتم شايفين في ضباب غير طبيعي موجود، مفيش رؤية نهائيا، الرؤية منعدمة تماما دلوقتي. يعني حبيت برضو كلنا صور لكم يعني كده، ربنا يعني يسترها مع الجميع يا رب، واللي ماشيين على الطرق يعني يحذروا، لان فعلا ضباب زي ما حضراتكم شايفين، زي ما يكون يعني احنا في السحاب دلوقتي، زي ما حضراتكم شايفين اهو الابيض ده كله ضباب 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 غير طبيعي غير طبيعي، ربنا يسترها يا رب. اهو شوفوا يا جماعة عامل ازاي المنظر، عامل ازاي. انا بصور دلوقتي من البلكونة عندي، يعني يمكن حتى الكاميرا مش جايبة، يعني يمكن الصورة بشكل يعني زي ما انا شايفها، يعني فعلا في انعدام تام للرؤية، انعدام تام للرؤية زي ما حضراتكم شايفين. اهو يا جماعة شايفين الضباب، يعني كان من هنا كده كنت بشوف الكوبري الزقازيق، وكنت بشوف العمارات والحاجات دي، كل ده مختفي ورا الضباب، كل ده مختفي ورا الضباب. ربنا يسترها يا رب، ربنا يسترها. طبعا واضح جدا اهو، يعني حتى من قريب. طبعا الارصاد الجويه قالت فعلا ان هيبقى في ضباب شديد جدا النهارده، يعني شبوره مائيه تصل الى حد الضباب، وفعلا زي ما انا شايف يعني درجه الحراره منخفضه جدا منخفضه جدا جدا، يعني درجه الحراره فعلا ممكن انا حاسس انها مثلا 10 ولا 9 كده، مثلا 9 درجات مثلا. وزي ما حضراتكم شايفين انا بصور اهو، يعني المفروض في بيوت قدامي، وفي مصنع، وفي كباري، وفي حاجات وعمارات، كل ده مش باين زي ما حضراتكم شايفين، ابيض في ابيض اهو اهو زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. لو بصيت كويس هتلاقي المصنع باين شويه، ده هو الجزء بس يعني اللي ظاهر من المصنع اهو، ده الجزء اهو، حتى ده المخازن اهي، والجزء حتى ظهر المخازن مش باين، يعني الشبورة مغطيه بشكل ضخم جدا وبشكل كبير جدا. شايفين يا جماعة الابيضات، البياض ده كله او الابيضات ده كله ده من الشبورة نفسها، يعني باين حتى ما بين البيوت اهو، او ما بين العمارات، ان في يعني لون ابيض كده، هي دي الشبورة كاسية كل حاجة. ربنا يسترها يا رب، ربنا يسترها يا رب. ويعني اللي ماشيين بقى على طرق يعني يخلي بالهم، لان فعلا في انعدام تام للرؤية، في انعدام تام للرؤية. زي ما حضراتكم شايفين اهو، يعني اللي قدامي دي مخازن، المفروض ظهرها بيبان قدامي طبعا، لكن طبعا ظهرها مش باين خالص دلوقتي، يعني الضباب الابيض مغطيها تماما اهو، زي ما يكون في السحاب بالظبط. ناهيكوا بقى عن درجات الحرارة المنخفضة، درجات حرارة منخفضة جدا اهو، ادي الضباب اهو مغطي البيوت ومغطي كل حاجة، لكن احنا عشان دلوقتي في وسط يعني عمارات وبيوت وحاجات زي كده، فايه فالصورة يعني يعني شبه واضحة شوية، لكن على الطرق زي ما حضراتكم شايفين هلف كده، المفروض كده انا بلف اهو على مدى الشوف بقى، الجزء الابيض ده بيبقى باين بقى الكباري والعمارات اللي هناك، مفيش اي حاجة خالص باينة زي ما قلت الحركة قبل كده. نسأل الله ربنا يعني يسترها معانا ومع الجميع يا رب. بياض كامل، يعني ناصعة البياض، يعني سبحان الخالق العظيم. أسأل الله الستر لنا جميعا يا رب، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.